احنا الارياف هنا بتصرف على بيارات خاصه بيها. البيارات دي طبعا مش بتبقى حاجه خاضعه للرقابه او تنظيم او اي حاجه، وبتبقى وسيله لنشر المرض، لان بيتم تفريغ الخزانات اللي هي خاصه بالاهالي عن طريق عربيات الكسح. وطبعا اماكن عربيات الكسح دي ما بيبقاش مكان ان هي ترمي فيها الصرف. والله العظيم الطريق ده من سنه ولا سنه ونص ما كنت عارف تمشي عليها، حتى لو انت ماشي على رجليك مش هتعرف تمشي، مش هتعرف تمشي، مش هتعرف تمشي. الكثافه الفصل 70 تلميذ عندنا، احنا تصل ل 70 تلميذ في كل فصل، فكثافه هي مرتفعه على مستوى القريه يعني ومستوى المركز. فالكثافات المرتفعه دي ما تخلي العيل ما يستوعبش الدروس والحاجات دي. من ضمن القرى المنفيه نهائي، لا فيها خدمات ولا اي حاجه. محطة الرفع خلصت، خط الطرد انتهى، مع بدء مبادرة حياة كريمة هيبقى في خدمة للأهالي بشكل مباشر من الناحية الصحية، من ناحية المصاريف على الأهالي، لأن طبعا تكلفة إن أنت تبقى بتنشئ بيارة خاصة بكل بيت، وتكلفة عربيات الكسح اللي بتكسح الصرف ده قيمتها عالية جدا على الأهالي. الناحية الصحية طبعا انت عارف حضرتك احنا هنا طبعا مية بتبقى طبعا باطن الأرض مية ملوثة نتيجة صرف الأهالي للخزانات اللي هي بتصرف في الأراضي. طبعا بالنسبة لهم دلوقتي حصل فصل ما بين الصرف والمية، في نفس الوقت ده هيأثر طبعا على صحة المواطن. كانت مكسرة الطريق وما ولا موتوسيكل ولا توك توك يعرف يعدي عليه، ولا عربية عدوا بالعافية عليه. ضغط الطريق بقت مش بسم الله ما شاء الله بقت 100 100، والطريق اترصف بقت زي الفل. والصلاه على النبي، ده حاجه دنيا تانية، ده احنا كده يعتبر عايشين في اوروبا، ده نعمه كبيره وفضله، وربنا خلينا حياه كريمه. والله حياه كريمه من ساعه ما دخلت البيوت ركت الدنيا وخلت الناس بقت في امل في الحياه، والناس عارفه تعيش. بعد الحياه كريمه ما فيش كثافة، حلت مشكلة كثافة عندنا، وبالتالي التلميذ استوعب يبقى الكثافة قليلة. يعني بعد كده نخلي الفصل 30 عيل أو 40 عيل. دخلت علينا حاجات كتيرة خالص، زي التخن، المقاعد، الأساس بتاع المدرسة كله، أساس الإداريين وأساس الإدارة، كل الحاجات دي جاتنا، فكل ده إضافة من حياة كريمة. يعني حياة جديدة نهائي في القرية، ما كناش نعلم بالحاجات دي. ودخل الصرف الصحي والتطوير في الوحده الصحيه والرصف بنت وجهزت من كله.